Regular expressions. Regular expressions. تعابير النظامية. Regular expressions. التعابير النظامية. شو بتعني هذا الكلام؟ طبعا regular expression ممكن نحكي له رج X أو رج X اختصارا. تمام؟ هو بيعطيني وسيلة واضحة من خلالها بقدر أعمل matching لسترينج في تكست معين. النص هذا اللي بدي أعمل له matching ممكن يكون عبارة عن particular characters, characters محددة أو كلمات أو نمط معين من الكاركترز. طبعا هذا regular expression إيش أهميته في الموضوع؟ إنه هذا عبارة عن formal language، لغة رسمية. معنى ذلك إنه أنت ممكن تستخدميها مع أي لغة برمجة تانية. يعني إن شاء الله لما تاخده PHP هتلاقي إنه ممكن تستخدمي فيها regular expression. لما تاخده مثلا لغة ثالثة Swift أو جافا، كوتلين أو أي لغة برمجة ممكن تستخدمه، أو حتى سي شارب لو أنتم بتكون تشتغلوا على اليونيتي، أو حتى جافا سكريبت ممكن تستخدموا فيها الريجولار إكسبريشن. المفهوم أو المبدأ تبعها إنه باستخدام التعابير الرياضية بقدر أعمل ماتشنج لنمط معين أو كاركترز معينة أو كلمات معينة. تمام؟ طيب، في الحقيقة regular expression ذكية بطريقة إنه بستخدم فيها الوايلد كارد وبعمل لي matching وبارسنج لسترينج، وهي فعليا مستخدمة. أنا عندي في تطبيقات، لو أنت فتحتي عندك في البراوزر هنا، تمام، وعملتي Ctrl F ممكن تستخدمي فيها هاي الشغلة. يعني هنا عندك في البراوزر بهذا الشكل بعمل Ctrl F ممكن استخدم فيها. هذه عبارة عن match لما اجي يعني ادور على كلمة معينة، تمام، انه بعمل لي match لهاي الكلمات في كل النص. هاي الميزة تبعتها. هاجيت الكلمات، انا بدي الكلمة هذه exact، ولكن انا ممكن اعمل له انه تكون نمط معين. بدي كل الكلمات اللي بتبدأ بهذا النمط بهذا الشكل، انه يكون في star انه بتبدأ بهذا النمط. فبالتالي انه بمكنني ان انا ابحث بالطريقة باستخدام التعابير الرياضية. كذلك الـ Advanced Editors زي Notepad++، تمام، ممكن اعمل هنا Ctrl F، تمام، وفي عندي من ضمن الخيارات انه انا بدي ادور بطريقة normal او بدي ادور بطريقة regular expression، تمام. فبالتالي هذه عبارة عن طريقة متقدمة في البحث. والبحث في التطبيقات، مدام انتوا بتعملوا تطبيقات، اساسي انه انت توفري الوظيفة هذه. يعني على سبيل المثال انت عملتي ويب سايت، الويب سايت هذا بده يكون في عندي آلية في البحث. يعني مثلا انا عندي الويب سايت تبع الكلية، انا اول ما اجيت دخلت تهت، مش عارف وين الهيئة التدريسية وايش التخصصات وايش البرامج. ايش اول ما بخطر في بال المستخدم؟ انه يعمل سيرش. فبالتالي ميزة السيرش في الويب سايت اساسية وضرورية. في شيء ويب سايت بيخلى من السيرش. فالان بدي اجي ادور، بدي اكتب مثلا كلمة تخصصات. كلمة تخصصات ما كتبتهاش بالطريقة، كتبتها مثلا بالالف واللام، التخصصات، وانا عندي في الويب سايت مذكورة تخصصات، تمام. فبالتالي لازم يكون في عندي آلية اعمل ماتش للنص اللي انا بدور فيه، بغض النظر عن الطريقة اللي بدور فيها المستخدم، سواء كان في اول الجملة، في اخر الجملة، في النص، ضمن نمط معين. فهاي الشغلة مفيدة جدا انه انا اسويها، تمام. طيب، طبعا الموضوع بالنسبة لكم ممكن يكون شوية
صعب في الأول، بس إذا أنت فهمتيها صح بتصير إنه زي كأنه أنت بتلعبي في النص وبتعملي ماتشنج لشغلات معينة، فحتصير إنه الموضوع ممتع أكتر ما إنه هو صعب. تمام؟ كمان بأكد إنه regular expression في حد ذاته هي عبارة عن لغة، فبالتالي هنا إحنا اللي بنسويه فعلياً إنه إحنا بنستخدمها بالبايثون. معنى ذلك إنه لغة اللوجي regular expressions ممكن إنه إحنا نستخدمها مع أي لغة برمجة تانية، زي مثلاً C sharp, PHP, JavaScript، وكذلك ممكن إني أستخدم هاي اللغة زي ما شفتي هنا في Notepad++ في المحرر المتقدم. تمام؟ سهلة، بس شوية تركيز. طيب، بدنا ناخذ شغلات رموز معينة، نشوف ايش بتعني هذه الرموز. طيب، انا عندي هذه الهات، شايفينها؟ تعني اعمل لي ماتش لبدايه السطر. يعني هنا في الماتش بس مجرد انه انا اكتب في السيرش تبعي هاي الهات، معنى ذلك انه هي بتغني عن انه انا اعمل starts with. ماخدين بالكم؟ تمام. انا عندي الدولار ساين تعني نهاية السطر. بالضبط. بدي الكلمة هذه بس بديش إياها إنه في مكان معين، بدي إياها مثلا في نهاية السطر. أو بدي كلمة معينة بس بدي إياها في بداية السطر، فبالتالي إنه أنا بحدد وين بدي أعمل ماتش بالضبط. تمام؟ النقطة تعني ماتش إني كاركتر. معنى ذلك انه انا ممكن اعمل في السيرش، انا عندي زي كيف مثلا اكتب في السيرش هنا مثلا بدي انه بدي احط regular expression وزي هيك، وبدي اكتب انه انا بدي اياه يبدا ببدايه السطر وبدي الكاركتر A. هيك حددت انه بدايه السطر وكاركتر A، وبعديها متبوعه باني كاركتر بحط نقطه. هاي المقصود انه النقطه match any character. تمام؟ سلاش اس وايت، سلاش اس سمول طبعا، وايت سبيس ماتش وايت سبيسز. ايش الوايت سبيس؟ الفراغ الابيض. ايش بتشمل؟ التاب والسبيس، سواء كانت سبيس واحدة أو مالتيبل سبيسز. إيش كمان؟ السلاش أن، السلاش. لا، يعني مثلا إنه أنا بدي أقول له إنه هنا بدي أقول له إنه بدي إياها متبوعة بسلاش أس، متبوعة بوايت سبيس. هاجيت للوايت سبيس هذا يعني هنا بعمل ماتش إنه بغض النظر شو الوايت سبيس، سواء كان سلاش تي، سلاش أن، سبيس one space, two spaces, many spaces، بغض النظر. تمام؟ هاي المقصود فيها. هنا بنعملش تقطيع، خلي بالك احنا بنعمل match. slash s capital non white space. ايش يعني non white space؟ اي حاجة غير اللي احنا ذكرناهم في الوايت سبيس. star معنى ذلك انه في عندي ريبيت، انه انا بدي اعمل ممكن يكون التكرار. انا عندي للكاركترز، مش انا حكيت هنا عندي كاركتر، هنا بدي احدد التكرار تبعه. هاي معناها zero or more times. لا هو مش count، يعني مثلا
هذا انا حددت كاركتر واحد، بس هنا الكاركتر واحد ممكن يكون احطه زي هيك ستار، معنى ذلك انه ممكن يكون انا عندي بين الوايت سبيس والاي 0 كاركتر 1 كاركتر 2 كاركترز 4 3 4 5 مور. تمام؟ لا انا اللي بحددهم. لا مش انت اللي بتحدديهم، هو حيعمل ماتش لهي الشغلات. مش واضح. طيب حكيت، انا حكيت انا عندي هاي الاي في بداية السطر، خلي بالك انا بكتب هنا نص مش regular expression. تمام؟ وهنا حطيت مثلا k وحطيت tab، وهي بدي اظهر لك الكنترول كاركترز، هاي انه هنا في عندي tab وهي CRLF اللي هو سلاش ان. تمام؟ معنى ذلك انه هذه بيعملها ماتش ولا لا؟ ليش عملها ماتش؟ لانه انا طلبت منه انه بدي A تكون في بداية السطر وبينها وبين الوايت سبيس عفوا بين ال A والوايت سبيس زيرو اور مور كاركتر، معنى ذلك انه هذه بتأدي انه نعمل ماتش لإلها. طب الثانية لو انا حطيت A هذه ماتش ولا لا؟ مفيش وايت سبيس، بس لا لا السلاش ان هذا وايت سبيس بردك ماتش لأنه زيرو كاركتر. زيرو كاركتر. تمام؟ طيب A KM ليش لا؟ زيرو اور مور. طيب هاي زيرو اور مور، واضح شو معنات انه قديش الريبيتيشن او قديش تكرار الكاركتر، انه انا عندي بحدد قديش تكرار الكاركتر هذه، ممكن يكون 0 كاركترز 1 كاركتر 2 كاركترز اور مور بغض النظر عن عددهم. فبالتالي هنا احنا بنعمل ماتش لباتر معين. تمام؟ هيك برضو ماتش لانه السبيس في حد ذاته من الوايت سبيس. طيب هجيت هنا ستار علامة استفهام نفس اللي فوق، بس الفرق انه مش طماعة، بس زيرو. لا نفس اللي فوق بالضبط. تمام؟ انه بتعمل ريبيت لكاركتر زيرو اور مور، بس هنا انه نون جريدي. نون جريدي انه مش طماع، يعني على سبيل المثال انا في عندي هنا ماتش، تخيل شايفين ايديا كيف انه ماتش كبير وفي عندي ماتش صغير. تمام؟ فالنون جريدي انه انا بجيب اضيق ماتش، مش طماع بجيبش الكبير. تمام؟ بالمثال حتوضح، حنرجع لها بالمثال، بس الان نعرف انه ستار علامة استفهام انه هي زيرو اور مور كاركترز، ولكن حطوا بين قوسين انه مش طماع. تمام؟ بلس 1 or more character، يبقى هي زي الستار بس انا عندي هنا مش 0، 1 or more character، يبقى at least لازم يكون تكرار لكاركتر واحد على الاقل. فبالتالي انا لو غيرت السيرش تبعي عملته زي هيك، حكيت انه انا بدي من بداية السطر A نقطة بلس one or more. تمام سلاش اس هذه بيصير لها ماتش. اه
at least one character موجود. هاي لا. تمام؟ لأنه zero characters. حاجات أنا عندي، إحنا متفقين إنه الستار والبلاس هي عبارة عن وصف لقديش الريبيتس تبع الكاركتر، قديش تكرار الكاركتر. زيرو أور مور معناها الستار معناها زيرو أور مور، معنى ذلك إنه أنا بطلب إنه يعمل ماتش في حال إنه لو كان الكاركتر مكرر زيرو من المرات أو مرة واحدة مرتين أو مور من المرات أن من المرات. الآن البلاس أنا بطلب منه ماتش، لكن في هذه الحالة أنا بطلب منه إنه تكرار الكاركتر إنه يكون على الأقل مرة واحدة، بنفعش إنه هو يكون زيرو كاركترز، فبالتالي ببدأ من واحد اثنين ثلاثة أو مور. تمام؟ بلس ستار بلس علامة استفهام نفس هذيك بالضبط، one or more ولكن non greed. تمام؟ هاجيت هاي بالضبط، بطلب منه انه يعمل لي ماتش لهدول الكاركترز اللي موجودين في الليسته هاي. كيف بالضبط؟ هنا كمثال انه انا محطوط، انا عندي احرف العله او الاحرف الصوتيه A E I O U. هنا نفس الفكره بس هنا not، اعمل لي ماتش لاي كاركتر غير هدول، غير الاكس والواي والزد. تمام؟ بالضبط. طيب مش لكلهم، مش انه الـ A متبوعة الـ B E متبوعة بـ I، لا اي واحدة فيهم. تمام؟ وهي انه اي حاجة غير الـ X والـ Y والـ Z. تمام؟ هذه معناها اعمل لي match، بس هنا بحدد range، كل ما احط داش بين brackets زي هيك معناها انه انا بحدد range. هنا ايش معناته؟ اعمل لي ماتش للارقام للاحرف من A ل Z ومن 0 ل 1. هنا معرف 2 رينجز بين القوسين هدول، انا معرف 2 رينجز. يبقى الماتش تبعي ايش حيرجع لي؟ اي حاجه احرف تبعتها سمول او مكونه من ارقام. معنى ذلك انه انا لو طلبت منك انه انت تدوري لي تعملي لي ماتش لكل الارقام اللي موجوده في نص، كيف راح يكون السيرش؟ بالضبط. فبروح بحكي له انه انا بدي من 0 ل 9. طبعا هنا لو كانت في كلمات بالكابيتال حيجيبها؟ لا. لا مش من ضمن الرينج. فبالتالي هذا بيكون محل أسئلة، لأنه بيكون في سؤال إنه في عندي نص جيبي لي كل الأرقام المذكورة في النص، فبروح بكلها بيعلمها بيجيب لي إياها زي هيك. اللي فوق هذا ستاك الـ X Y Z أنا بجيب الكلمات اللي ما فيش فيها الحروف هاي؟ مش كلمات، أنا بعمل ماتش. تمام؟ بجيبش كلمات، وهنا أنا بشتغلش على نظام تقطيع، أي سبسترينج بيطابق هاي الشغلة إنه بجيب لي إياها. لسه هذا الكلام انا ححطه مع حد مش هدول الشغلات مع بعض، يعني بمعنى انه انا ممكن اقول له انه انا بدي الرقم هذا يكون في بداية الصفحة. تمام؟ وبدي الماتش تبعه one or more. وضحت؟ هكذا حنشوفها بالامثلة، بس احنا هنا بنفهم انه بين الاقواس هو عبارة عن range، بحدده ايش هو هذا الرينج. طيب ها
حكيت انا عندي هنا الاقواس اللي هي هذا الاقواس الهلاليه البدايه والنهايه ايش بتحدد؟ بتحدد انه السترينج اللي بدي استخرجه. هنا بدنا نحكي عن نتائج، احنا بنحكي عن ماتش بيرجع لي النتيجه اللي عملها ماتش، بس بالماتش انا بدي شغله معينه وين بحطها؟ بين قوسين، فبالتالي بحطه في بدايه وفي نهايه. بالمثال كذلك حتوضح، بس الان بدنا نفهم انه شغله مبسطه انه الاقواس هذه عباره عن بحدد فيها بدايه ونهايه السترينج اللي انا بدي استخرجه، بدي اعمله اكستراكشن. تمام؟ طيب كيف ممكن نستخدمه؟ بدي اعمل اول حاجه import ل re في البايثون. في عندي built in package اسمها regular expression او re، بعملها import. طيب كيف بدي اعمل search فيها؟ في عندي بكتب re.search. تمام؟ وفي كذلك عندي الفايند، وفي عندي الفايند اول. تمام؟ طيب حكيت هنا ايش كنا نسوي قبل؟ فاكرين الامثله اللي احنا كنا ناخذها على الميل بوكس؟ تمام؟ كنت الف على لاين موجود في الفايل هاندل، تمام؟ وبروح بعمل ار ستريب. ار ستريب معناها انه ستريب من جهه اليمين. اليمين. تمام؟ وبعديها بعمل هنا find لا from. يبقى هذه الفايند عبارة عن دالة خاصة بالسترينج. خلي بالك اوعى تلخبطي بيها بينها وبين دالة الفايند اللي موجودة في الريجولار اكسبريشن. هنا ايش موجود في الريجولار اكسبريشن؟ انا ايش بنسوي؟ بنقول re، تمام؟ وبنقرأ اللاين بهذا الشكل، وهنا ممكن نعمل re.search from والline. تمام؟ يعني بمعنى آخر أو بعبارة أخرى إنه أنا عندي هاي نص، دالة الفايند موجودة في فايند وفي فايند اول، بس انا بدي اقارن احنا هيك هنا كيف بنعمل سيرش وهنا كيف بنعمل سيرش. هنا بنقول اس دوت فايند مثلا اتش اي ال، ايش بترجع لي؟ فعليا بترجع لي اندكس، او ممكن اقول له هنا اس دوت فايند دبليو، بيرجع لي الاندكس تبع الحرف W. طبعا اول ماتش. تمام؟ لكن هنا في نظام regular expression ايش بنعمل؟ import re. تمام؟ وايش بنسوي؟ بنقول re.find ايش بعطي له؟ two parameters. بدي ادور على ايش؟ على ال W، وايش بدي اعطي له؟ string الاس. دوت سيرش. تمام؟ طبعا هذا الكلام انا ممكن اخزنه هنا، معنى ذلك انه هنا في نتيجة.
هذا عبارة عن match object. لسه هنشوف كيف هنعمل extract. تمام؟ لو دورنا على شغلة هي الاسبان تبعها انه الانديسيز تبعتها يعني تبلي الاندكس تبعها. نعم. انه انا عندي في بداية الماتش عند 6 وبنتهي عند 7 كاركتر واحد. لو مثلا بدنا ندور على ام في الاس nothing. نعم. عشان هيك انا ممكن استخدمها في الاف. يعني هنا اف ار اي دوت سيرش ام اس او ممكن اعرف هنا char بتساوي ام وهنا بيعطي له char واس. هنا print للchar found. ما رجعتش نتيجة لأنه مش موجودة، لكن هنا هذه لو غيرتها ل W بالتالي الكونديشن صار true، صار match. يبقى ال W found، حطيتها في جملة لبرنت هنا لأنه اتحقق الشرط عندي. تمام؟ واضح؟ الآن مش موجودة في السترينج فبالتالي هنا ما صارش ولا إشي. يبقى هنا نتيجة هذا عبارة عن فولس. يبقى هو فعليا إيش بترجع؟ بترجع ماتش أوبجكت زي ما احنا شفنا هنا. تمام؟ وإذا لو صار ماتش، لو ما صارش ماتش إيش بترجع؟ nothing، لا شيء. فبالتالي أنا ممكن أستخدمها في جملة if إذا في ماتش يبقى أوكي بسوي الشغلة، ما فيش ماتش إنه هي بترجع nothing، فبالتالي إنه بيكون الشرط تبع الإف false. فعشان هيك تاخدي بالك إنه هذه ممكن أستخدمها زي هيك مباشرة، وممكن أستخدمها في جملة إف زي ما هو محطوط أنا عندي هنا في المثال. فبالتالي هنا بحكي له إنه إف آر إي دوت سيرش فروم. تمام؟ في السترينج لاين ساعتها بعمل برنت لللاين، فبالتالي هذه ممكن ترجع الماتش او nothing، فبالتالي انه ممكن اعتبرها انه هي ترو او فولس. طيب نعمل نضيف تفاصيل اكثر انه هنا ايش بحكي له؟ شايفين الهات؟ ايش معناته؟ بالضبط. هنا ايش بقابلها في البحث في النص العادي؟ start with. فبالتالي هنا بقول انه اذا ببدا في from اطبع لي اللاين. طيب نجرب هذا الكلام. عندي هنا هنا بحكي له re dot search وبحكي له بدي ال w بس بدي اياها في بداية السطر، هل حيصير match؟ لا نعم. فبالتالي هنا بحدده بقول له خلي بالك انا بدي W بس بدي اياها تكون في بداية السطر. في W بس مش في بداية السطر فعشان هيك ما صارش ماتش. تمام؟ طيب نستخدم الوايلد كاردز. الوايلد كاردز مستخدمة يعني هنا أنا وين موجود؟ موجود في الدايركتوري تبعي. لو كتبت dir
أو خليني أروح على مجلد هنا. قاعدي آخر واحدة. أنا وين موجود في المجلد هذا؟ إيش في؟ أنا عندي ملفات، في عندي ملفات بي واي، وفي عندي ملفات اي بي واي ان بي. هذه شو معناتها؟ اللي هي ملفات النوت بوك اللي أنا بكون فاتحها هنا. هذه الامتداد تبعها اي بي واي ان بي، اختصار لإيش؟ Interactive Python بي واي بايثون ان بي نوت بوك. هذا تفاعلي انتراكتيف، انه انا بكتب وبشوف النتيجة، مش زي انه هديك لازم اشغله دفعة واحدة. بتسهل علي انه انا اكتب ملاحظات واشرح كل جزئية في الكود لوحدها، مريحة. طيب نرجع هنا، كيف ممكن انا استخدم الوايلد كاردز؟ هذه معناها انه وايلد كاردز لو انا عملت دي اي ار بيجيب لي كل حاجة، لكن لو قلت له دي اي ار ستار دوت بي واي شو معناته؟ جيب لي كل الملفات اللي بتنتهي الامتداد تبعها بي واي. هنا لو جيت اطلعت في النتيجة هذا كله بي واي. في ملفات امتدادها اي بي واي ان بي؟ لا. لكن لو قلت له العكس اي بي واي ان بي فقط بيجيب لي هذه الملفات، فبالتالي هذه اسمها وايلد كارد. ممكن استخدم الوايلد كارد هذه بطريقه هذه، بدي كل الملفات اللي بتبدا بالحرف سي، ممكن يكون كار او كيوب او اي شغله، فبالتالي بحط سي ستار، معناها انه سي مطبوعه بزيرو اور مور كاركترز. ايش جاب لي؟ جاب لي كار. طبعا هنا الويندوز عشانه انه بتعاملش مع الكيس سنسيتيف، بالتالي انه الكابيتال والسمول نفس الشيء، تمام؟ فجاب لي سيركل كيوب وكيوب اثنين. فهنا فعليا انا بحدد في السيرش انه انا بدي الملفات اللي بتبدا بكذا بهذا الشكل، تمام؟ طيب هنا في المثال تبعنا هذا شو معناته؟ مين يقرا لي؟ انه هذه اول حاجه بدي اكس، بس بدي اياها وين؟ بداية السطر، والاكس بدي اياها كابيتال، في فرق بين الكابيتال والسمول. ايش بدي اياها كمان؟ تكون مطبوعة بايش؟ كاركتر. ايش التكرار تبعه؟ زيرو اور مور. وبعديها في نهاية النص اللي بدي اعمل له ماتش ايش يكون؟ نقطتين. تمام؟ فبالتالي ايش بتطلع؟ هاي لو كان عندي نص زي هيك، النص هذا المعلم اللي معمول له هايلايت بهذا اللون هو اللي عمل له اللي صار له ماتش، فبالتالي فعليا انه صار ماتش لهي لانه عمل له هايلايت، وكذلك في هذا السطر هذا كمان، وهنا في هذا السطر هذا كمان. فبالتالي هنا لما حكيت زيرو اور مور يعني انا بدي اكس مطبوعه بكاركتر، والكاركتر هذا الريبيت تبعه او التكرار تبعه زيرو اور مور، تمام؟ طيب اي كاركتر بس الوايت، لا الوايت سبيسز لا. طيب انا في هذا السيرش ممكن اضيقه شويه، ايش ممكن استخدم؟ سلاش اس كابيتال، شو معناته؟
نون وايت سبيس. تمام. وهنا one or more. تمام. فبالتالي هنا ايش راح يصير في عندي؟ هذا صار له ماتش، هذا لا، اللي صار له ماتش انه هذا وهذا. نعم. لانه هذا وهذا هدول الكاركترز انا عندي تعتبر انه مش نون وايت سبيس كاركترز. تمام. لانه انا عندي هذه النقطتين هيو، بس انه ما صارش ماتش لإلها. تمام. هي في نقطتين هنا، وهذه انه اصلا ما فيش نص، وانا بقول انه التكرار تبعه يكون one or more. تمام. فبالتالي انا عندي السيرش حكيت انه انا بدي x في بداية السطر متبوعة ب داش. تمام. وبعد الداش بدي يكون انا عندي one or more character. معنى ذلك انه هذه بصير لها match. ليش؟ لانه زيرو كاركتر فيه موجود. تمام. وهنا هذه بصير لها ماتش. ايش السبب؟ فيها وايت سبيس بالضبط. واضح. فبالتالي اللي بتحقق الشرط هذه هي فعليا انه بعد الداش في عندي one or more كاركتر وما فيش سبيسز بالمره. وكذلك هاي في أي واحدة؟ هذه هيو. شايفة النقطتين وين جاية؟ تمام. فبالتالي في عندي سبيس هنا وعندي سبيس هنا. فهو فعليا طريقة ذكية في البحث. لو أنا بدي أسوي الشغلة هذه بدوال string راح أكتب كود طويل عريض، لكن هذه في سطر واحد بحكي له إنه بدي انه يكون زي هيك بجيب لي اياه بالضبط. بالضبط. هنا انه يكون نون وايت سبيس والتكرار تبعه one or more. طبعا هذه ما حققتش الشرط. ايش السبب؟ لانه في وايت سبيس. هذه ما حققتش الشرط. ايش السبب؟ لانه زيرو كاركتر. وانا ايش طالب؟ بالضبط. صحيح انه تكون وايت سبيس بين الداش وهذه، فبالتالي هذه مش حيصير لها ماتش وهذه ولا واحده فيهم، لانه فعليا فيش بعد الداش اي واحده فيها سبيس مباشره. طيب هاي النص هذا انا عندي زي هيك. تمام. بدي كل الارقام، فبحكي له هنا بدي اخزن النتيجة تبعت البحث هنا، أو ممكن أحطها في جملة print مباشرة وأقول له هنا re.findAll. يبقى السيرش دائما بتجيب لي أول match، findAll بتجيب لي كل الماتشز. إيش بدي أحكي له؟ بدي أحكي له إنه أنا بدي كل الأرقام. يبقى إيش النمط أنا عندي؟ رينج الأرقام من إيش؟ من 0 ل 9، والتكرار تبعها إيش يكون؟ 0 or more بنفع؟ لا 1 or more. وين بدي أدور؟ بدي أدور في السترينج X، فبيجيب لي إياها كليست. فبالتالي هنا إيش اللي أنا سويته؟ قلت له أنا بدي الكاركتر تبعي يكون من ضمن الرينج من 0 ل 9،
والتكرار تبعه انه يكون يا اما ديجيت واحد او تو ديجيتس او اثنين او ثلاثة او مور. فبالتالي هنا الاثنين لوحدها بعملها ماتش. هاي ال 19 تو ديجيتس برضو بعملها ماتش، وال 42 تو ديجيتس بعملها ماتش، ولو كان في عندي رقم ثالث في اربعة ديجيتس تمام، واحط هنا مثلا حتى لو كان في هنا كوما مش مشكلة 2019 برضو بيجيب لي اياه. صحيح حقيقة هذا عبارة عن رينج تشمل كل الأرقام تمام. فبالتالي إيش الأرقام إيش الرينج تبعها من 0 ل 9، فهذا عبارة عن رينج محطوط بين أقواس. إيش التكرار تبعه 1 or more. لكن لو حطيت مثلا شغلة زي هيك جيب لي كل الديجيتس الرينج تبعها من 0 ل 7 تمام، والتكرار تبعها انه يكون بالضبط، النتيجه حتختلف. نعم اي نعملها نعم اي حاجه فوق السبعه خلص مش من ضمن الرينج تبعي بعملهاش ماتش. فبالتالي هو بيعمل ماتش لسب سترينجز، فعليا بعمل ماتش لسب سترينجز. يبقى هنا الواحد تسعة، هاي الواحد موجود التسعة مش موجود، 42 من ضمن الرينج جابها كلها، 2019 طير التسعة. هنا أنا ممكن أدور على أحرف العلة زي هيك، بس بدي أحطها سمول هنا A E I O U. طبعا هنا one or more إيش بيجيب لي؟ وين ما فيه ماتش جاب لي اياه. يعني هنا هذه الاي الاولانيه من فيفرتس، بعديها ايش؟ الاو، بعديها الاي تمام، بعديها الاي، بعديها اليو في النمبر تمام، بعديها اي وهكذا. لكن لو انا طلبت منه انه في احرف علة كابيتال بحطها زي هيك A E I O U ما فيش ماتش تمام. طيب خلينا نتوقف هنا للمحاضرة الجاي.